يحاول أطفال فلسطينيون نازحون تغيير أجواء الحرب في قطاع غزة بخلق حالة من المرح، وذلك من خلال إطلاق طائرات ورقية ملونة فوق مخيمهم المؤقت في رفح. قصة الطائرة بدأت كلعبة بسيطة ليتسلى بها الأطفال، لكنها سرعان ما تحولت إلى رمز للصمود والأمل في زمن الحرب. متمسكون بالأمل وسط الحرب والدمار، يحمل هؤلاء الأطفال في قلوبهم براءة وإصرار على الحياة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. يعيش القطاع وسط دوامة من المعاناة والصعوبات، ولكن في كل زاوية تلمع شمعة الأمل تشير إلى وجود أفق مشرق وإمكانية البقاء والتغلب على الصعاب، ولو كان من خلال تحليق طائرة ورقية بريئة تحمل في طياتها رمزاً للمقاومة والحرية. طبق امبارح اشتريته نتسلى فيه، كنا احنا نازحين في المدرسة قصفوها وجينا رفح، والله بدنا نشتري، اشتريت الطبق نتسلى فيه، بنلعب انا واولاد عمي، فيش ولا مدارس ولا شيء نتسلى فيه، فيش يعني الدنيا حرب، زقنا احنا طيران سريري داب في السماء وزقنا من الحرب، واحنا ان شاء الله بدنا نزينها هينا بنطير طبان ونرجع حياتنا الجميلة ان شاء الله. يظهر على الطائرات البساطة في شكلها، ولكن في عمقها تحمل احلاما وطموحات كبيرة لتصبح رمزا للصمود وللثبات في وجه الظروف القاسية. فلم يكن الهدف من صنعها هو مجرد لعبة، بل كانت وسيلة للتعبير عن القوة والإرادة في وجه الاحتلال. احنا لقيت بنطير الاطباق، قبل بقينا بنطيرش اطباق، بقينا نروح نلعب قلول اي حاجه، بقينا نطلع على التلفزيون نحضر وعلى الجوالات، بقينا نلعب على النت، اما لقيت فيش لا نت ولا كهرب نشحن الجوالات، يعني كيف بقى زمان ابوي يطششنا يطلعنا على منتزهات على حدائق على اي حاجه بقينا نطلع، اما لقيت فيش لا منتزهات ولا حدائق، وانا ابوي لقيت في الشمال واخوي الكبير كيف نطلع؟ لقيت الله بيعلم في الحال، وضع صعب الله بيعلم فيه، لأن كل ألعابنا في دورنا راحوا، أصدقائنا وأحبابنا راحوا، زي ما اليهود بيطيروا طياراتهم إحنا كمان نطير طياراتنا، طيارات اليهود بتقصف أما إحنا طياراتنا ما بتقصفش. قصة الطائرة بدأت كلعبة بسيطة ليتسلى بها الأطفال، ولكنها سرعان ما تحولت إلى رمز للصمود والأمل في زمن الحرب، حيث تعكس قوة الإرادة والعزيمة على الاستمرار رغم الصعوبات.